بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في مجلس الشورى وهو يستهل عاماً جديداً من مسيرته التي يتجدد معها الإنجاز والعطاء بفضل الله تعالى، ثم برؤية قادة هذه البلاد وتكاتف شعبها الوفي. خادم الحرمين الشريفين، تعيش هذه البلاد بفضل من الله صورة نادرة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، صورة تجسد شعورا مترابطا بين قيادة رشيدة وشعب وفي أثمر بفضل الله تعالى أمناً واستقراراً ورخاءً ونماء. خادم الحرمين الشريفين، منذ أن توليتم مقاليد الحكم وبلادنا تشهد قفزات متسارعة نحو التجديد والرقي والنماء، ولقد بادرتم منذ الأسبوع الأول من عهدكم المبارك بجملة من القرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية، حيث صدر أمركم الكريم بإلغاء عدد من اللجان والمجالس العليا وإنشاء مجلسين، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما صدر أمركم الكريم بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، وصدر أمركم الكريم بإنشاء مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإسكانية والأعمال الإنسانية لكي يكون مركزاً لإغاثة المحتاجين والشعوب التي تعاني من الكوارث، وأعلنتم عن تخصيص 1 مليار ريال لأعمال الإغاثة الإنسانية لهذا المركز. وفي شهر رمضان الماضي افتتحتم رعاكم الله عدداً من المشروعات المباركة في مكة المكرمة، شملت مشروع المبنى الرئيس للتوسعة السعودية الثالثة ومشروع خادم الحرمين الشريفين لاستكمال الطريق الدائري الأول. وفي المدينة المنورة افتتحتم رعاكم الله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد في المدينة المنورة. ولأن موضوع توفير السكن المناسب للمواطن هو من أولوياتكم، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الأمر الذي سيسهم بإذن الله في تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، وبخاصة لذوي الدخل المحدود والدخول المنخفضة. خادم الحرمين الشريفين، وعلى صعيد سياسة المملكة الخارجية، لا تزال القضية الفلسطينية تحتل محوراً مهماً في سياسة المملكة، ولطالما أكدت المملكة على وجوب احترام قرارات الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية والتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تقف في وجه جهود السلام. ولم تقف جهود المملكة عن نصرة قضايا الأمة، بل تواصلت الجهود تلو الجهود في سبيل إخراج الشعب السوري من أزمته التي يوشك عامها الخامس على الرحيل. واحتضنت المملكة من أجل ذلك اجتماع المعارضة السورية المعتدلة لإيجاد حل للأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري. وخلال شهر جماد الثانية من العام الماضي، وبرؤية حكيمة من مقامكم حفظكم الله، انطلقت عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة عدد من الدول الشقيقة
التي جاءت استجابة ونصرة للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بالتعاون مع الرئيس السابق بنقض العهود والاتفاقيات والانقلاب على الحكومة الشرعية. ولا يفوتني في هذا المقام أن أرسل تحية تقدير للجنود البواسل المرابطين الذين يخوضون غمار المعارك نصرة للحق والعدل. كما أعلنتم حفظكم الله عن تخصيص أكثر من 1 مليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية ولإغاثة الشعب اليمني الشقيق، كما وجهتم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير شرعية. وفي إطار التعاون العربي مع دول العالم، احتضنت عاصمة بلادنا الحبيبة الرياض القمة العربية للدول العربية مع ودول أمريكا الجنوبية، حيث نجحت القمة بقيادتكم الحكيمة في الخروج بإعلان الرياض الذي يعد إعلاناً غير مسبوق في شموليته وفي صدوره بدون أي تحفظات. كما ترأستم حفظكم الله وفد المملكة في قمة مجموعة 20 التي عقدت في الجمهورية التركية في تأكيد على ما تمثله المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي من مكانة كبيرة ومساهمة جلية في دعم الاقتصاد العالمي. واحتضنت الرياض أيضا بقيادتكم رعاكم الله القمة 36 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت قراراتها ترجمة وتأكيدا على وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات وتعميقا للروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول الخليج. وشهدت علاقات المملكة مع عدد من دول العالم تطورا ونماء من خلال الزيارات المتبادلة وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، حيث زار المملكة منذ توليت مقاليد الحكم حفظكم الله أكبر عدد في تاريخ المملكة من زعماء الدول. ولا يفوتني هنا أن أشيد بما تم إعلانه من تكوين تحالف يضم 34 دولة إسلامية بقيادة المملكة لمحاربة الإرهاب، والإعلان عن تأسيس مركز عمليات مشتركة يكون مقره الرياض للتنسيق ودعم مكافحة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود بعد النجاح الكبير الذي حققه رجال الأمن في بلادنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، فلهم منا التحية والتقدير. خادم الحرمين الشريفين، وأنتم تتفضلون اليوم بافتتاح أعمال السنة الرابعة والأخيرة من الدورة السادسة لأعمال مجلس الشورى، فإنه يطيب لي أن أضع بين يدي مقامكم الكريم وأوضح بأن مجلس الشورى أنجز في السنة الثالثة من هذه الدورة جملة من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقاً لما نصت عليه المادة 15 من نظامه، حيث عقد المجلس 71 جلسة كان نتاجها 126 قراراً كان آخرها مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي تمت دراسته في المجلس في مدة وجيزة خلال 30 يوما حسب التوجيه الكريم. كما حضر إلى المجلس عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة، وأجدها فرصة هنا لأوجه الشكر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء على تعاونهم مع المجلس في شتى المجالات. واستشعارا لأهمية صوت المواطن ومقترحاته، فإن المجلس عمل خلال العام المنصرم على تطوير الإدارة التي استحدثها سابقاً والتي تختص بالتواصل مع المجتمع، حيث دشن المجلس قنوات تواصل جديدة وأضاف إلى ما سبق وسائل أخرى للتواصل مع المواطنين لمعرفة ما لديهم من قضايا ومحاولة علاجها. خادم الحرمين الشريفين، لقد واصل مجلس الشورى جهوده على صعيد الدبلوماسية البرلمانية التي حققت نجاحاً كبيراً في تعزيز العلاقة البرلمانية مع المجالس المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة،
سواء من خلال المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية أو الزيارات التي يقوم بها مسؤول وأعضاء المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال الوفود البرلمانية التي يستضيفها المجلس من مختلف الدول. وفي هذا السياق استضاف مجلس الشورى الاجتماع التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الشهر الماضي، والذي خرج بعدد من القرارات التي تصب في صالح العمل البرلماني الخليجي المشترك. وقبل الختام اسمحوا لي يا خادم الحرمين الشريفين أن أؤكد لمقامكم الكريم أننا في مجلس الشورى سائرون بمشيئة الله من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، ساعون لتحقيق ما تتطلعون إليه من مستقبل زاهر وعطاء أكبر للوطن والمواطن، مجددا الشكر والتقدير لكم يا خادم الحرمين الشريفين. حفظكم الله على ما يلقاه المجلس من دعم واهتمام ومتابعة من مقامكم الكريم، كما أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم لأعمال المجلس، كما أشكر أعضاء المجلس ومنسوبيه الذين بذلوا كل جهد لتحقيق ما وصل إليه المجلس، سائلاً الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها وشعبها فضله وكرمه، وأن يحقق ما يصب إليه الجميع من آمال وتطلعات. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.